أعزائي المشاهدين، نرحب فيكم. والطبق الثاني لحلقة اليوم حيبقى طبق رئيسي مميز جدا. حنعمل كفتة الدجاج بالصلصة، وصفة كتير لذيذة وجديدة وإن شاء الله تعجبكم. كفتة الدجاج بالصلصة: 4 قطع فيليه دجاج، 1 ملعقة صغيرة ملح، 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود، 1/2 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة، 1/2 ملعقة صغيرة كركم، 1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون، 2 ملعقة كبيرة دقيق، 2 ملعقة كبيرة نشا، 1/4 كوب بقسماط، 2 ملعقة صغيرة زنجبيل مبروش، 1 حبة كبيرة بيض. صلصة الزنجبيل: 2 ملعقة كبيرة زبدة، 2 ملعقة كبيرة زيت، 2 ملعقة كبيرة دقيق، 1 ملعقة كبيرة زنجبيل مبروش، 2 فص ثوم مهروس، 2 كوب مرق، 1/4 ملعقة صغيرة ملح، و1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود. أعزائي، وصفتنا زي ما ذكرنا قبل شوي كفتة الدجاج لذيذة سهلة، صوص لذيذ جدا لو تقدمت مع رز مع مكرونة. إن شاء الله أنا ونوال نحاول هيك نعملكم إياها بشكل بسيط وسهل. نبتدي هلأ أنا ونوال، حتساعديني يا نوال، هتعبك معي اليوم. لا ولا هنحتاج هلأ نفرم الكفتة. هحتاج محضرة، أقصد مفرمة اللحمة، أو إذا حبيتوا محضرة الطعمة فكرة بيمشي الحال. فيك وصفات، خلينا نجهز. أشيل هذه هيك على جنب. نوال أعطينا من فضلك طبق أحط فيه الكفتة بس أطحنها. طبق غويت شوي، إذا طبق من ورانا في طبق هيك يبقى غويت هيك أو واسع أو عميق. كل الكلمات فطل اللي تصير سهل عليك تفهميني. أوكي أعزائي المشاهدين، ثبتنا الشفرة والكفتة جاهزة للطحن. نبتدي نحط ما بتاخدش أي مجهود، خصوصا إن لحم الدجاج بسرعة، يعني مش زي اللحم ساعات بكون فيها عروق باخذ وقت بتغلبنا، ولا الدجاج كتير سهل طحنه أو فرمه أقصد. ماشي الحال هيك. هلأ نوال أنا مش هحط إيدي في أي إشي، أنت حتساعديني تحطي لي كل بقية الأشياء. أوكي نبتدي بالبهارات، شو رأيك؟ طبعا. شوية فلفل أسود. أوكي. الملح. تمام. وأنا هحط البقسماط، كل المكونات مع بعضها هنحطها على الكفتة. هنحتاج بيضة. شايفة الوصفة كتير سهلة على فكرة. كتير. لما هتتابعوا معنا الخطوات هتشوفوا. هنحتاج 2 معلقة نشا، وبرضو 2 معلقة طحين. ونوال من فضلك برضو ابرشي لي شوية زنجبيل هون عندك هون، او شوفي حط اوكي this one. ابرشي لنا شوية. بدك تستعملي هاي ولا تستعملي، افتح الدرج بليز من فضلك. هاي لذيذة كمان، ممكن تبرشي فيها زنجبيل. يا هاي الصفرة. معقولة. اوكي اعزائي المشاهدين، نبتدي نخلط مكونات الكفتة مع بعضها. على مهلك ايدك. ايوه كتير ناعمه هذه، حلوه انا بحبها كتير. طبعا الزنجبيل لما بتبرشوه حيصير يعني كانه مي، عصاره الزنجبيل بتطلع. تمام شايفه كيف عم ينزل، بيبقى تقيل هيك. خلص هاي الكميه كفايه، ممكن بس خليها عشان هحتاج تاني زنجبيل ب3 خطوات. إذا بدك برشي لي شوي هون برشتك عشان نكسب وايت. أوكي أعزائي المشاهدين، أنا عم بقلب الكفتة مع بعضها. نوال من فضلك تعطيني طبق أحط فيه الكرات. أوكي هلأ باخد قطع الكفتة وشكلها إلى كرة. تفضلي. شكرا. عايزة منك طلب. تفضلي. طلب زغنطوط. تفضلي. عايزة تعطيني لو سمحتي طبق صغير تحطي لي فيه شوية مي. ممكن أبل شوي الجوانتي بشوية مي، بسهل علي تشكيل الكفتة، وأبتدي أخذ الكفتة وأشكلها إلى كرات بالشكل هذا. شو رأيك نوال، الموضوع سهل؟ فكرة حلوة. وهلأ حتشوفي خطوتنا التالية،
بس خليني أشكل كل المقدار. حاولوا يكونوا كل الكرات بنفس الحجم. المي حتساعد على التشكيل، وبرضو لو لبستوا جوانتي بالطريقة هاي كتير بسهل عليكم الشغل. يبقى أعزائي المشاهدين هنشكل الكور بهذه الطريقة، ونشوف بعد هيك خطوتنا التالية. أعزائي المشاهدين، خطوتنا التالية بعد ما شكلنا الكفتة إلى كرات حنسلقها في مي، وهي الخطوة كتير ضرورية ما نشوحهاش على طول. هاي الخطوة شوي مختلفة عن دائما متعودين على أساليب مختلفة بالنسبة للكفتة، فأرجوكم أعطيني هلأ نوال من فضلك شوية ملح، وححتاج شوية زنجبيل. زي ما قلنا إحنا بدنا طعم، حطينا الزنجبيل في الكفتة في الحشوة بتتذكري، وحنحطه في السلق وإحنا بنسلق المي. ممكن نأخذ زنجبيل هيك، أو إذا حبينا هأخذ معلقة صغيرة، أو إذا حبينا شرائح زنجبيل برضو مع المي بتعطيني طعم كتير لطيف. خليها جنبك من فضلك، وحنحط شوية ملح. المي عندي عم تغلي بقوة، وأبتدي أسقط كرات الكفتة مباشرة في المي. مش هتأخذ وقت، يدوبك 3 دقائق بس يتماسك عندي اللحم. خلي النار باستمرار تضلها تغلي، وأسقط بهالطريقة. على طول هتلاقوا لونها تغير وبدت زي كأنها استوت، بنلاحظ بالشكل هذا. أعطينا طبق تاني نوال من فضلك، هذا خلاص حطي بالحوض لو سمحتي، وياريت تحطي لي على هذا قطعة ورق عشان أنا هلأ بدي أعمل خطوة تانية ضروري فنكون مجهزين. هلأ هخلي الكفتة تأخذ بس غلوة. أعزائي المشاهدين، خطوتنا التالية إنه حنقلي الكفتة أو نشوحها تشويحة خفيفة. نوال من فضلك في عندك زبدة، أعطيني إياها. هحط حوالي 2 معلقة زيت و2 معلقة من الزبدة. معلش هاي الوصفة حتحسوا فيها خطوات كتير، بس بالآخر لذيذة ما تقلقوش، هي سهلة بس فيها كذا خطوة. نوال من فضلك وإحنا بنشتغل عليكي مهمة صعبة جدا جدا جدا. لا لا، هتهرسي لنا التومة. خلاص انت صرت شاطرة في المرحلة هاي. طبعا أعزائي، هلا الكفتة بس بانتظار تأخذ هالغلوة الخفيفة. حطينا إياها، لا مش هلا، أنا عايزاها في طبق صغير. مش مشكلة، ومش هلا حضيفها، هنشوف هلا الوقت المناسب. كرات الكفتة هلأ أخذت غلوة زي ما قلنا حوالي 1 دقيقة 2 دقائق. مجرد ما يتغير هاللون ويقلب المي بس قلبة واحدة كفاية. حنشيلها على قطعة من الورق. أنا هوني بس بشيلها، بديش أحطها مباشرة على الزيت وهي مي خطر طبعا. فبس بصفيها هيك أتأكد إنها نشفت عندي بالطريقة هاي. شامي ريحة المي هلأ مع الزنجبيل. كتير حلو، وخصوصا لما بنسلق الدجاج بدنا طعم طبعا، فعشان هيك احنا اضفنا الزنجبيل في داخل المرق. اعزائي المشاهدين، احنا هلا سخنا الزبده والزيت، وابتدي اضيف قطع الدجاج. من فضلك نوال في عندنا غطا تحت هيك الاخضر نغطي فيه عشان ممكن ينتر علينا الهد. يبقى سخنا الزبده والزيت، نضيف الكرات بالشكل هذا. أدي بأخذوا وقت على النار؟ يدوبك بس يتشوح ويأخذوا اللون البني الخفيف، هذا اللي حيعطي الطعم. إذا أضفنا مباشرة من غير ما نشوح التشويحة هاي زي ما قلنا في الأول، حيبقى طعمها كتير هادي هيك، مش تيستي كتير يعني. فهي الخطوات اللي حتعطينا الطعم. خليها هيك تأخذ تشويحة خفيفة، خليني أقلبها. أوكي، ممكن أحركها تحريك بالشكل هذا، ونبتدي أعزائي المشاهدين بعد هيك نجهز الصوص. الصوص عندنا كتير بسيط، حاخد طحين حوالي 2 كبار من الطحين، وعندنا الثوم وبقية الزنجبيل من فضلك نوال هناك برضو حنستعمله، وعندنا المرق جاهز. لاحظي كيف عم ياخذوا اللون البني والريحة، شام الريحة كتير حلوة. نوال انت حضرتي لنا، عندك طبق قلنا عشان حننقل فيه كرات الكفته هلا لما تتحمر، طبق الازاز اللي وراكي من فضلك.
لا هذا الكبير الكبير يدوبك هذا. أعزائي الخطوة هاي برضو من الأسرار اللي عم تعطينا طعم، عشان هيك التشويح مهم جدا. فهيك أخذ لون عندي الكفتة تمام، حشيل هالكرات وحطها في الطبق. معلش ضايل عنا خطوة واحدة كمان، مش عايزة تحسوا إن الوصفة هاي طويلة، بس هي فعلا بتستاهل. طبعا هخلي هالمعلقة جنبي، وإذا عنا هوني لو سمحتي بعد إذنك نأخذ معلقة تانية. هنضيف الطحين، الطحين ححمصه هيك تحميسة خفيفة مع الزبدة والزيت والدهن هيك اللي تساقط عندي من الكفتة، خليه يأخذ لون. هلأ كل ما كان اللون غامق كل ما كانت الصلصة غامقة، أنتوا بتتحكموا في هالموضوع على حسب رغبتكم. لاحظي كتير حلو يا تغير لونه، تغير لونه وصار غامق. عم ينحرق عندي الطحين حرق، وهذا شيء مطلوب. هلا ببتدي اضيف المرق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقلب هيك تقليبه خفيفه عشان هذا الصوص اللي عم بتكون عندي. شوفي بقى الريحة والقوام ما شاء الله. برضو عنا شوية التوم وشوية زنجبيل مبروش ناعم خالص، وعطينا شوية ملح وفلفل، وصوص رائع جدا. أرجو أرجو إنكم فعلا تجربوا هالوصفة. رشي لنا شوية ملح نوال من فضلك. على مهلك. أيوة شكرا شكرا. هلأ خطوتنا الأخيرة حنرجع نرجع قطع أو كرات الكفتة في الصوص. تتسبك هلأ وبتنطبخ مع الصوص البني، بتتقل بصير صوص رائع جدا. أعزائي المشاهدين من أطيب وألذ الوصفات، أتمنى فعلا إنكم تجربوها وتعجبكم. بغطيه وبسيبه هيك على نار هادية يتسبك، وأقدمه مع طبق رز، ما في أزكى من هيك. فربنا الدجاج، أضفنا البيض، البقسماط، البهارات، شكلنا الدجاج إلى كرات، سلقناها في الماء الحار، شوحناها، جهزنا الصوص، ردينا الكرات إلى الصوص وسبناه يتسبك. كفتة الدجاج بالصلصة، 4 قطع فيليه دجاج، 1 ملعقة صغيرة ملح، 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود، 1/2 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة، 1/2 ملعقة صغيرة كركم، 1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون، 2 ملعقة كبيرة دقيق، 2 ملعقة كبيرة نشا، 1/4 كوب بقسماط، 2 ملعقة صغيرة زنجبيل مبروش، 1 حبة كبيرة بيض. صلصة الزنجبيل 2 ملعقة كبيرة زبدة، 2 ملعقة كبيرة زيت، 2 ملعقة كبيرة دقيق، 1 ملعقة كبيرة زنجبيل مبروش، 2 فص ثوم مهروس، 2 كوب مرق، 1/4 ملعقة صغيرة ملح، و1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.